أنا أعلم بماذا تفكرون. أنا لست رياضيا حقيقيا. أنا مجرد مصارع. البعض يرانا كأداة ترفيه لا أكثر. نطير من أجل نتحدى القدرات الجسدية، لكن المجازفات التي نقوم بها خطيرة. خطيرة أكثر من 200 قطبة. ارتجاجات بالمخ، أكتاف مخلوعة، ركب معتوبة، أعناق مكسورة. لكن بالرغم من كل ذلك أقف مجددا. فهذا أنا وهذه رياضتي. أنا لست رياضيا. كل هذا ليس حقيقيا. WWE Raw قريبا على NBC Action. من منكم يتحداني؟